فاطمة المنسي تركت بصمتها العلمية في المغرب، وهناك جوائز نالتها في من مؤسسات أكاديمية كبرى عبر العالم، وهناك مؤسسات سميت باسمها وبيت سمعت أن هناك شارع باسمها. للأسف هذا لم يحصل في المغرب لحد الآن، ولكن فاطمة المرنسي صالحتنا مع تراثنا الإسلامي وأظهرت جانبه المشرق وأظهرت الجوانب المظلمة في التراث الإسلامي على أنها ليست من صميم الإسلام وإنما من صميم فقهاء الوهابية. وبالتالي كان من الطبيعي نحن في المركز المغربي للثقافة والإبداع، المركز المغربي للثقافة والإبداع الذي أسس السنة الماضية والذي يضم عدد من الكفاءات الأكاديمية والفكرية والعلمية والثقافية والفنية من مختلف المدن ومن مختلف التخصصات من سينمائيين ومسرحيين وشعراء وكتاب وغيرهم، كان من الطبيعي أن نلتفت لهذه القامة الفكرية والعلمية التي هي كما دوننا في شعار ندوتنا أنها منارة للأجيال. وبالتالي كان من الضروري هذه الوقفة، ومن الضروري اختيار أساتذة من عيار ثقيل للحديث عن فكرها ولتخليد تراثها ولنشر تراثها، وهذا شيء قليل من الذي هو واجب علينا تجاه المرحومة فاطمة المرنسي. مكناس أيضا هي لها تاريخها الثقافي، المركز الذي نحن به هناك إحدى قاعاته تسمى حسن المنيعي، وحسن المنيعي ابن مدينة مكناس ابنها البار الذي جعل الدرس المسرحي يشع في الوطن العربي وخارج الوطن العربي باسمه وباسم المغرب، وهو ما فعلته المرحومة فاطمة المرنسي التي كانت أستاذة جامعية بفاس. نتحدث عن فاس مكناس، عن المدن التاريخية والثقافية للمغرب. إذن 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، فاطمة المرنسي هناك خيط ناضم ومنسجم في الندوة. في هذا اليوم نحتفل ونحتفي بالباحثة المغربية فاطمة المنسي التي قدمت للجامعة المغربية الكثير، والتي قدمت للمجتمع أيضا وللمرأة المغربية وللرجل المغربي الكثير أيضا في مسيرته نحو الحداثة ونحو التقدم في انسجام تام مع الهوية المغربية والانتماء الديني. وأيضا يعني أكدت في جميع كتاباتها على أن المرأة المغربية تستطيع أن تبحث في جميع الحقول المعرفية بدون أي عقدة نقص، بما في ذلك العلوم الدينية والتراث الديني الذي ظل لفترة طويلة حكرا على الرجل. واستطاعت أن تؤكد للجميع سواء في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي أيضا، لأن كتاباتها عرفت في العالم بأسره، بأنها المرأة التي تستطيع أن تقدم المرأة المسلمة في صورة متصالحة مع الذات، وأيضا في صورة هناك انتقاد طبعا لأن الفكر النقدي حاضر بقوة في كتابات فاطمة المرنسي، ولكنها لا تنسلخ من جلدها ولا تنظر إلى الغرب على أنه يمكن أن يصدر لنا عولمته بالشكل الذي يريده هو، ولكن الحداثة تبنى ولا تستورد. هي تسائل كل شيء بما في ذلك هذا التراث الذي ورثناه والذي كان ينظر إليه بنظرة تقديسية، أو على أنه لا يجوز لنا أن نراجع الكثير من القضايا في المسائل الدينية بصفة خاصة، ولكنها أثبتت على العكس من ذلك بأنها مثقفة حقيقية وبأنها قادرة على أن تلج هذا الباب، رغم أنها ليست متخصصة في الدين، ولكن المرأة تمتلك فكرا ثاقبا وتمتلك ذكاء مكنها من السباحة في هذا المجال وفي التحرك بحرية تامة. يعني لا أحد يستطيع أن يرد عليها شيئا في ذلك، لأنها فعلا نهلت من مصادر موثوقة
ولكنها أبرزت للجميع بأن لدى المرأة الحق أيضا بأن تقوم بقراءتها الشخصية طبعا بسلاح العلم وليس مجرد ترهات، بالعكس يعني هي بنت فكرها. وأيضا كما قلت بما أنها عالمة اجتماع أيضا فقد كانت استعملت المنهاج الكمي والكيفي في شرح بعض القضايا المتعلقة بالجنس كهندسة اجتماعية في المغرب، واستفادت من هذا التخصص بشكل كثير لأنها لامست مشاكل المرأة المغربية سواء في المدينة أو في القرية بصفة خاصة، لتثبت بأن المرأة فعلا يعني لا ينبغي أن تظل على حالها، ولكن ينبغي أن تنال حظها من هذه التنمية، وأن يكون لها الحق في أن تسهم في هذه التنمية وأن تستفيد أيضا من ثمارها. في الحقيقة أن مثل هذه الندوات هي شيء إيجابي جدا، لأن في الواقع أن فاطمة وكتستحق أكثر من هذا ما يعمل الآن عليها. لاحظنا بأنه يعني إنسانة في ذلك المستوى الفكري ومستوى ديال العطاء اللي عملت المغرب، ما كانش هناك ماشي الاعتراف كاين، لأنه هي فرضت الوجود ديالها وفرضته بواحد الشكل أنها ماشي فقط على مستوى المغرب وإنما على مستوى الخارج. فاطمة المرنسي، وكنت أتذكر أنا في بعض الخرجات ديالي اللي كنت في بعض السنوات خرجات ديالي كنت التقي بنساء من العالم كي يقول لك بأنهم كيعرفوا المغرب يعني عن من خلال الكتب ديال فاطمة المرنسي والمؤلفات ديالها، وكذلك أيضا إعجابهم بالكاريزم اللي كان عند فاطمة المرنسي، لأن فاطمة المرنسي في الحقيقة هي أيقونة، وأيقونة اللي عملت واحد المجهود كبير لا على مستوى العلمي لا على مستوى البحث ولا على مستوى الميداني، لأنها ساهمت في مشاريع جد مهمة. أنا بالنسبة للشهادة اللي غادي نلقي اليوم هي شهادة ديال علاقتي أنا مع فاطمة المرنسي في الوقت اللي كنت أنا في المجلس البلدي، كنت نائبة الرئيس وكنت كان نظم ملتقيات ديال الإبداع النسائية في أواخر الثمانينات في البداية ديال التسعينات، لأن فاس عندها السبق في هذا المجال هذا، وكنت كننظم. وفاطمة المرنسي كان عندها واحد التأثير كبير جدا في التشجيع اللي كانت كتشجع الملتقيات، بحيث بقي كنتذكر واحد النهار أمام، لأن احنا كنا كنعملوا على مستوى العالم العربي، كانت فعاليات نسائية من العالم العربي حضرت الفاس. فواحد اللقاء يعني بقي كنتذكر انها دارت فيهم وقالت لهم يعني كيخصنا لابد من تمنوا مثل هذه المجهودات ديال المجلس البلدي اللي الميزانيه ديالو في الحقيقه ما كتوصلش حتى الضعف حتى النص ديال الميزانيه ديال عائله واحده ديال العائلات ديال الامراء ديال الخليج وديال هذا الامراء البترول دولار. فإذا في هذا الإطار هذا غادي تكون شهادة ديالي للأستاذة الكبيرة الأيقونة فاطمة المرنسي.